GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في محاضرة جديدة من محاضرات GFX Academy دوت نت. يمكن النهاردة ان شاء الله هنتكلم على حاجة يعني ما فيش حد تعرض لها قبل كده، وهي الـ 2D Physics او الـ 2D Dynamics. يمكن غريبة شوية موضوع 2D Dynamics على اعتبار ان احنا تعودنا دايما ان الداينامكس موجودة في برامج الـ 3D، لكن افتر افكت لسه طالع له بلوجين جديد اسمه نيوتن. واضح من اسمه ان هو خاص بالجاذبية. لا، هو مش الجاذبية بس، هو خاص بكل ما يخص الداينامكس لكن 2D. بلوجين النيوتن بيعتمد في شغله على الاشكال او الفيكتورز، بيعتمد على الفيكتورز او الاشكال اللي جايه مثلا من الاستريتور. باختصار، اي حاجه ليها اوت لاين او ليها ماسك تعتبر بالنسبه له فيكتور، او بمعنى تاني بنسميها الفيكتور باثز. طيب، منين تقدر انك انت تنزل بلوجن النيوتن؟ تقدر تنزله من موقع الأكاديمية عندنا gfxacademy.net في أكاديمية الأفتر إفكتس في قسم البرامج والملحقات. هتلاقي الموضوع بتاع البلوجين، ودي صور توضيحية بس من البلوجين بيقدر يعمل ايه زي ما انت شايفين. طبعا مش كده وبس، احنا هنتكلم باستفاضة شوية. طبعا على فكرة الكلام بتاعنا خلاص في منه كتير جدا، لان البلوجين ملوش تقريبا تيوتوريالز كتيرة موجودة على النت، فاحنا جبنا التيتوريالز اللي موجودة في موقعه في السبورت بتاع البلوجين نفسه، ودي اللي هنتكلم عليها. بالاضافة ان احنا بعد كده نبدأ نتكلم على شوية بقى افكار خاصة ازاي نقدر نستغل البلوجين ده في شغلنا العادي. طبعا دي مجموعة من صور البلوجينز. طبعا يعني بنتشرف اذا ما كنتش عضو عندنا انك انت تبقى متواجد او مسجل عندنا، علشان ان شاء الله تقدر تنزل البلوجين دوت. هتلاقيه في نفس الموضوع، والبلوجين ان شاء الله كامل ما فيش فيه اي مشاكل ولا هو موجود ديمو. البلوجين على شركة او الشركة اللي منتجة ليه اسمها موشن بوتيك. خلاص تقدر انك انت تكتب في جوجل، خد حتى خد اسم البلوجين نفسه. خلاص لو احنا خدنا اسم بلوجين ورحنا ل جوجل وجينا عملنا بحث على البلوجين، طبعا هتكتب بلوجين. خلاص الشركه اسمها موشن بوتيك، زي ما انا قلت لكم. موشن بوتيك تقدر انك انت تخش عليها لو انت حابب انك انت تنزل ملفات السبورت، او انت حابب انك انت تنزل ملفات الشغل او ملفات العمل. وفي الجيتنج ستارتد توتوريالز موجوده برضو على نفس زي ما قلت لكم بالظبط. دي مجموعه من التدريبات موجوده على موقع الشركه نفسه، تقدر انك انت تخش وتتجول فيها كده تشوف فكره عن البلوجين. وادي زي ما انتم شايفين، طبعا ادي السعر بتاعه 253 يورو. طيب نقفل الفايرفوكس ونبدا نشوف بدايتنا مع البلوجن ده يبقى ازاي، او ايه هو بيعمل ايه اصلا البلوجن ده. مبدئيا تعالوا نروح لكومبوزيشن ونعمل نيو كومب، تمام، ونسميها داينامكس. نعمل اوكي. زي ما قلت من شويه ان البلوجن نفسه بيشتغل على الفيكتورز او بيشتغل على ما اقدرش اقول شيبس، تمام، ما اقدرش اقول شيبس، لان الشيب في الافتر افكت ما هواش فيكتور باث. ليه؟ لانه ملوش اوت لاين، لان الشيب ملوش اوت لاين. طيب ممكن ان احنا نعمل الشيبس جوه الافتر افكت، وممكن ان احنا نعمله جوه الاستريتور، تمام، وننقله لافتر افكت. في بقى حاجه كمان عايزكم تعرفوها، ان اساسا السوليد في حد ذاتها هو بيعاملها على انها شيب، هو بيعاملها على انها باس او فيكتور باس. طيب تعالوا نشوف كده حاجه مبدئيه عن النيوتن. تعالوا نروح للاير نيو ونعمل سوليد ونسمي السوليد دي
فلور. هنخليها ميك كومسايز تمام بالشكل ده، اللون ده صعب قوي خلاص، وليكن نخليها واخده لون غامق شويه. بعد كده نعمل سكيل خلاص ليها، تعتبر كفلور بالشكل ده، حاجه بالمنظر ده كده. بعد كده تعالوا نعمل مثلا وليكن تكست، وليكن نحط تكست ونسميها gfxacademy.net. طبعا الشريط الاحمر ده علشان الكابس لوك مرفوع، تعالوا نخليها بالشكل ده كده. وتعالوا نشوف خط وليكن شكله كويس، يعني ينفع ان احنا نستغله في الانيميشن بتاعتنا، الشغل بتاعنا. طبعا الحاجات دي جميله قوي بصراحه، بتعمل شغل عالي قوي بصراحه بامانه يعني. على فكره لما تيجي لما تحاول انك انت تعمل بيزك شيب ولا حاجه او اشكال زي دي كده، حاول تدور في الفونتس اكتر، يعني اكتر ما تروح تدور على براش في فوتوشوب او تدور على براش في الستريتور او الكلام ده كله. الفونتات فيها حاجات تحفه الصراحه يعني. طيب دي كده بالشكل ده، تعال نخلي دي بالمنظر دوت. وممكن تبقى نفس التكست، تعالوا نعمل انتر ونخليها فور موشن جرافيكس تريننج. ممكن نخليها اند 3D تريننج، حاجه كده. طبعا كابس لوك الاينمنت نخليها سنتر تمام، ونقلل السكيل بتاعها حبتين كده، ونزود السبيس او الفيرتيكال سبيس تمام بالمنظر ده كده. وتعالوا مثلا نروح نعمل سوليد كمان، والمره دي هخلي السوليد مربعه ولتكن 200 في 200 مثلا خلاص. ونخلي السوليد دي مثلا لونها واخد اللون الازرق، حاجه بالشكل ده خلاص. ونقوم عاملين لها روتيت بالشكل ده كده. وتعالوا نرفع السوليد دي فوق بالمنظر ده، وتعالوا ناخد التكست دي فوق بالشكل ده كده. السوليد دي كل اللي انا هعمله لها، هعمل كي فريم بوزيشن، واروح عند مثلا بتاع قيمه 3 ثواني، واقوم واخد واخدها لتحت بالمنظر ده كده، ما خليهاش تلمس او تضرب في الارض ماشي. وممكن اعمل كمان شيفت ار فاعمل روتيشن تمام، واخلي الروتيشن ادي 1 تمام، وهنا سالب 45، عشان افضل محافظ على نفس، انا عايزها بالشكل ده كده بالمنظر ده تمام كده. انا كل اللي انا عايز اعمله او السين اللي انا عايز اعملها ان المربع ده ينزل يخبط في الحروف دي كلها، فالحروف دي كلها تبدا تنزل وترتطم بالفلور بشكل فيه فيزيكس وشكل فيه داينامكس. طيب ازاي؟ اولا لو جينا نبص للسوليد دي، زي ما قلنا احنا اتفقنا ان هو بيعتبر السوليدز عباره عن فيكتور. الفلور نفس القصه، انما التكست ملهاش اوت لاين، يعني التكست ملهاش اوت لاين. عندك حلين عشان موضوع ان التكست دي يبقى ليها اوت لاين، يا اما تسلكت التكست وتروح للاير وتاخد كرييت ماسكس فروم تكست، يا اما كرييت شيبس فروم تكست. يمكن انا لما جربت البلجن ده بصراحه لقيت ان الشيبس احسن في التعامل من الماسكس. حبيت ان انا احط جرادينتس، حبيت ان انا احط ستروكس، حبيت احط الكلام ده كله، كل الكلام ده سهل مع الشيبس. تعالوا ناخد كرييت شيبس فروم تكست،
المفترض ان هو دلوقت عمل لي شيبس او اشكال من التكست دي، بس هو بيحطها في لير واحده. لو انا فتحت اللير دي كده هفتح كونتنتس هلاقي كل الكلام ده خلاص عمل طبعا سبليتنج للحروف دي كلها وحطها في شيب. طيب كده بقى الموضوع جاهز ان انا ادخل بيه لنيوتن. اجي بعد كده عشان اجيب نيوتن، نيوتن ما هوش افكت مش هتلاقيه هنا، اروح لكمبوزيشن واخد نيوتن اضغط عليه. طبعا نيوتن اول حاجه بيبص عليها لو في شيبس عندك متجمعه مع بعضها خلاص معمولها زي جروب. مين اللي عندي بالمنظر ده؟ التكست. طيب هو بيقول لك هنا خلاص بيقول لك some layer contains multiple shapes or masks، يعني هو لقى ان في solid او layer فيها اكتر من شكل او اكتر من ماسك. طبعا ممكن اعمل سكيب لو انا هحتاج ان دي تبقى static يعني ثابتة الحاجة هتخبط فيها وبس، ممكن ان انا اعمل سيبريت. وهعمل في المرة دي فعلا هختار التكست بتاعتي ان عايز اقسمها حروف واتعامل مع كل حرف لوحده تمام، طالما هفرق الحروف دي عن بعضها، واضغط سيبريت. خلي بالك انك لو علمت على always create shapes مش هيطلع لك الديالوج ده، وعلى طول هيقوم جاي فصل لك اي layer فيها multiple shapes او multiple layer. اضغط على سيبريت تمام، اخش على نيوتن. انا مش عارف هو ادى الايرور ده ليه، مش عارف والله. هو انا كل اللي عملته ان انا رسترت البرنامج وفتحته تاني فاشتغل كويس. اول ما هتفتح نيوتن هتلاقيه بالشكل ده كده. طبعا انا هعمل ريستارت، انا كنت ضغطت على زرار سولف. باي ديفولت نيوتن بيطلع كل الشيبس دي داينامكس. طبعا هنا عندك البوديز تمام، عندك ادي كل الليرز اللي عندك. طبعا اس ال دي معناها ان هي دي عباره عن سوليد، اقدر ان انا اعمل زوم ان واوت بالمنظر ده كده. دي عباره عن سوليد، عندي الفلور عباره عن سوليد تانية، وعندي كل الجي لغايه حرف الجي التاني اللي هو بتاع تريننج، كل ده معمول فيكتورز. طيب دلوقتي احنا عندنا السوليد دي واخده كي فريمز من الافتر افكت، وانا عايز اعتمد على الكي فريم اللي جاي او الحركه اللي جايه من افتر افكت خلاص في شغل الداينامكس في ان هو يعمل لها محاكاه. طيب تعالوا الاول نحلل السين بتاعتنا. دلوقتي انا عندي الفلور، هل الفلور دي جسم ثابت ولا جسم متحرك؟ جسم ثابت، يبقى اجي في تايب واقول له ان الجسم ده عباره عن ستاتيك. بالمنظر ده الجسم ده مش هيبقى خاضع للجرافيتي، احنا عندنا هنا حاجه اسمها جرافيتي، عندنا الماجنتيود اللي هي القوه والدايركشن اللي هو الاتجاه. تقدر تقول ان الجرافيتي هنا بتقيم او بتحل محل الويند، لان انا ممكن عن طريق السهم ده اغير اتجاه الجاذبيه، اذا كده الجاذبيه بقت الى حد ما قريبه من الويند مش من الجرافيتي. فكده بمعنى ان انا اخلي استاتيك، اذا هو مش خاضع لاي حاجه من الفورسز زي الجرافيتي زي ما قلنا من شويه، ولا هو خاضع كمان لشغل الويند، مش خاضع غير لحاجه واحده بس وهي الكوليجنز او التصادمات. لو انا رحت بعد كده للسوليد اللي عندي اللي فوق دي، طب السوليد دي المفترض انها دايناميك، يعني لو انت جيت للطيب هو مدي لك دايناميك، بس انا قلت من شوية ان الجسم ده اصلا موفابل يعني متحرك. في ال 3D لما كنا مثلا في سينما 4D كنا الجسم المتحرك ده خلاص كنا بنسميه حاجة اسمها at velocity peak. at velocity peak معنى at velocity peak اللي هو استغل الكي فريمز او استغل الحركة اللي موجودة في الجسم ده اصلا انك انت تعمل بيها التصادم في جسم تاني. هنا في التايبس مفيش حاجة اسمها at velocity peak، في حاجة اسمها kinematic. kinematic معناها ان هو يستغل الكي فريمز اللي معمولة في الافتر افكت سواء كانت روتيشن ولا بوزيشن ولا 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 تمام، و يعمل بيها الداينامكس او التصادمات في
النيوتن. طيب ده ستاتيك، ده كينيماتيك. الحروف دي بقى، واحد يقول لي دايناميك، هقول لك جميل، لو انا عملت دول كلهم دايناميك بالمنظر ده، يبقى اول ما هعمل سولف الحروف دي مش هتستنى ان ده يخبط فيها. ليه؟ لان دايناميك بتبقى immediately بمجرد عملية السولفينج. لو نفتكر اللي فينا شغال سينما 4D هيفتكر ان لما بنيجي نعمل ريجيد بودي على جسم بيقول لي يا اما دايناميك immediately، يا اما اد فيلوسيتي بيك، يا اما اون كوليجن. قلنا هنا بقى اد فيلوسيتي بيك مكانها كينيماتيك، immediately مكانها دايناميك، لكن اللي انا عايزها اللي هي اون كوليجن دي مكانها دورمانت، مكانها دورمانت. يعني معلش اختلاف المصطلحات. طبعا اقدر ان انا اسلكت حرف واضغط ال فيسلكت كل الحروف اللي واخده نفس الليبل، خلاص نفس الليبل. او لو عملت رايت كليك هقول له سلكت بوديز وذ ذا سيم ليبل او وذ ذا سيم كلر. طبعا الكلر لما يبقى جاي من الافتر افكت، انا عايز ذا سيم ليبل، واقوم مساء مخلي كل دول دورمانت بالمنظر ده كده. لو انا جيت اعمل سولف هلاقي زي ما احنا شايفين لو جينا عملنا باوز ده بيتحرك عادي خالص، ودول مستنيين الكوليجن يحصل. هعمل بيست فيت علشان نشوفه كويس، واعمل ريستارت للسولفينج، واعمل سولفينج هلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام، لو جيت عملت ريستارت تاني وعملت سولف هنلاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طبعا دول ما وقعوش لان مفيش حاجه اثرت عليهم. طبعا لو انا جيت عملت بعد كده ابلاي خلاص اكسبورت فروم فريم تو فريم، طبعا ممكن ان انا عامل هنا فريم 103 خلاص، ممكن احط الفريم اللي انا عايز، ممكن اسيبه يكمل لغايه اخر وقت السين خلاص، هقول له 300 مثلا. ممكن اقول له انيبل موشن بلر لو انا عايز اعمل الموشن بلر، وابلاي تو نيو كومب لو انا هنقل الكلام ده كله في كومبوزيشن جديده غير الكومبوزيشن اللي انا شغال عليها، واعمل اوكي فهيعمل لي سيميوليشن للحركه كلها، وبعد كده هلاقيه وداها للافتر افكت. على ما السيميوليشن يخلص هعمل بوز وبعدين ارجع لكم مره ثانيه. خلص السيميوليشن هقول له جو تو اي اي، جو تو اي اي. طبعا خلوا بالكم ان اللاير دي ما عادش ليها لازمه هشيلها، التكست نفسها ما عادش ليها لازمه هشيلها ان لم يكن ليها حاجه في الديزاين. طبعا لو انا عملت يو هلاقي كميه كي فريمز لا تعد ولا تحصى. تمام، طيب اجي بعد كده اكبر واضغط زيرو هلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تاني هلاقيها بالشكل ده. طبعا حاجة بيزك قوي وحاجة يعني شرحنا بيها نبذة عن اللي ممكن البلاجن ده يعمله. نتكلم في المحاضرة اللي جاية عن حاجة جديدة في البلاجن. يا رب المحاضرات تعجبكم. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من فريق عمل GFX Academy.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.